اسمعاني جيدا. فليأخذ الأمير الشعير إلى المطحنة ثم يطحنه ويصنع من الطحين خبزا، ويتناول خبز الشعير والكشك أسبوعا، وليخبزه بنفسه. إن الرعية لا تحصل على الشعير إلا بشق الأنفس، وقد جنبت الأمير هذه المشقة. وبعد 7 أيام يتوجه إلى البلاط ويعتلي العرش ولا يتناول شيئا حتى أزوره بنفسي. وخلال الأيام 7 يجب أن لا يتعرف أحد على الأمير. تستطيعان النوم هنا في المشفى أو في مسجد القرية. وكل ما ذكرته لنا يندرج ضمن العلاج؟ أجل، ولا يستغنى عن ذلك. خلال الأيام 7 سوف يبقى العرش خاليا. حتى وإن بقي خاليا 70 يوما تبقى السماء هي السماء. هذه الوقاحة لا يمكن السكوت عليها. ليس من سبيل آخر لعلاجه. الويل لك إن لم نحصل بعد أسبوع على نتيجة إيجابية. سنخرج على الأقل بنتيجة، وهي أن الأمير سيطلع على أحوال الرعية. هل ساعدتني يا أبتاه؟ من الذي يساعدك؟ أنا؟ وهل أسأت الأدب إليك؟ لا، لم تسأ، سأساعدك. انهض. هيا. مهلا يا أبتاه، هذا ليس عمل المسنين. سأتكفل بالأمر، اذهب واسترح. أعطني يدك. طحنت الشعير؟ أجل، إنه جاهز. ها هو، هيا بنا. الويل لي ثم الويل أيها الوزير إن افتضح أمري في بخارة. كن مطمئنا أيها الأمير، ليس ثمة خطر هنا، فلا أحد يعرف الأمير بهذه الهيئة. نيتني كنت أعرف من الأساس السر الدفين في خبز الشعير والكشك أيضا. من قوته خبز الشعير يشقى كثيرا من يود الحصول عليه. انتبه إلى النار كي لا تحرق الخبز. أعطيه لذاك الرجل هناك. سلمت يداك.
شكرا لك. قم لنذهب. هيا بنا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. في أمان الله. يبدو لي أنها حدود الثمانيين. هي بعينها إنها لم تتغير منذ 8 سنوات. 8 سنوات؟ أجل، أظنها 8 سنوات. أتوقع رؤية تحسن ما. تقصد في بخارة؟ بل أقصد أبا علي سينا. لقد أطلق عليه السلطان محمود لقب الشيخ. يفترض أن لا يكون ذاك الطفل حسين، ويفترض أن لا نجده يلهو على أغصان الشجر، وأنا أظن ذلك. من أنتما؟ جئنا في إثر الشيخ أبي علي سينا. لا أرى ما يريب في أمركما، يمكنكما الذهاب، ولكن من يكون الذي ذكرته؟ حكيم في ديار الثمانيين ولا يعرف الثمانيون قيمة له. هذا الحكيم جدير ببلاط الغزنويين. يمكنكما الانصراف حالا، ولكن شرط أن لا تتحايلا. هل هذا واضح؟ تفضل وكل معي. لأول مرة منذ تسلم الوزارة يدعوني مولاي الأمير إلى مشاركته في تناول وجبته التي يفضل أن أتناولها معه. أنا أيضاً بت لا أعرف الأمير جيداً. إنني جائع جداً، والطعام لذيذ أيضاً. أي سر في هذا الطعام؟ تفضل تعال وكل. تفضل. لذيذ.
شهيتك هذه دليل عافية. كله لك. إنه قال لهم تعالوا إلى هنا، وكان الراعي خائفا لا يدري ما الذي سيحل به، ولكنه حاول أن يتقدم إلى الإنسان إلى أنهم اختفوا فجأة من لديه. لماذا لم تفتحوا الباب؟ أي مكان هذا؟ ومن هم هؤلاء؟ إنهم فقراء مثلنا سيدي. هذا صحيح، هذا صحيح. عزيزي، هل مددت فراشي هناك لأنام؟ مرحبا، مرحبا. كونوا مرتاحين، كونوا مرتاحين. على رسلكم. لماذا تنظرون إلي هكذا؟ اذهبوا، هيا اذهبوا، اذهبوا. أيها الشيخ، إنه يتيم، ذاك الولد جائع. إن كنت تحمل في جعبتك خبزا فتصدق عليه مما أعطاك الله. أنفق قليلا وستنال مثوبة من الله. من رعية من أنتم؟ من رعيتي أنا؟ من رعايا أمير بخارى؟ نحن عباد الله، من رعايا بخارى. إذن لما أنتم جائعون؟ من جانبنا امنح كلا منهم 3 دنانير. يجب ألا يقع نظر الأمير على مساكين وفقراء مثلكم. لا أريد أن أرى من يعاني الجوع في بخارى. لا أحب أن أرى من هو جائع. أنا مستعد للتضحية بكل ما أملك
كي لا أرى هؤلاء يتضورون جوعا. أيها البخاري، أرجو المعذرة، رفيق دربي يعاني شيئا في عقله. أحيانا يظن نفسه أميرا. أجل أيها الإخوة، ما زال في جعبتنا مقدار من خبز الشعير. وأنا أيضا. وأنا أيضا. وأنا أيضا. وهذه لك. وأنا أيضا. وأنا أيضا. ولك. وأنا أيضا. وأنا أيضا. وأنا أفضل. ماذا تفعل أيها الذكي؟ ربما أصبحنا من الجائعين، احتفظ بشيء منه. إن كنت ترى صلاحاً فما رأيك لو وزعت عليهم دنانير ذهب؟ دنانير ذهب؟ طوال حياتي لم أرى شكل دينار ذهب واحد كما قال صديقنا. اذهبوا، هيا اذهبوا إلى النوم، اذهبوا، هيا اذهبوا، أخلدوا إلى النوم، هيا اذهبوا، نفد الخبز، أخلدوا إلى النوم، اذهب اذهب. أسمعت هذا الرجل؟ إنه مجنون، أرجو أن يعيد الله إليه عقله. حقا إنه مجنون. ماذا تقرأ؟ ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة لأرسطو. قرأتها مرارا ولم أفهمها. من أنت؟ أنا راعي ماشية. وأين هي ماشيتك؟ أسفل الوادي عند سهل الجبل الذي تراه. لا تيأس أبداً، اقرأ أكثر. قرأته 40 مرة، لقد حفظت ما فيه عن ظهر قلب. قرأته 40 مرة ولم أفهم. اقرأ أكثر، ما تتعلمه في شبابك يصاحبك إلى آخر عمرك. أطلب المدد من الله. انهض انهض. السلام عليك. لو لم يقم السلطان محمود المعظم بإرسالنا في إثر الشيخ أبي علي سينا لاصطحابه إلى البلاط لما أتينا لإزعاجك سيدتي. لا تهتم لي الأمر،
وعليكما السلام. لم يعد بإمكاننا أن نخبر السلطان محمود بأننا لم نجد ضالتنا. أنا أعني ابنك الذي زع صيته هناك في غزنة. لو لم نرى بأم العين أن ابنك طفلا صغيرا لخلنا ما يقال عنه في غزنة ضرب من الأساطير. يقال في غزنة إن الشيخ يسمع من نيسابور ضجيج سوق النحاسين الموجود في منطقة الري. إن كان هذا صحيحا فلا بد من أنه أسطورة. للسلطان المعظم خان كبير وواسع، لكن حسين ابني لا يزال شابا. وقد اشتهر ابنك بالشيخ أبي علي سينا وقد كبر الآن. أتمنى أن يفي أبوه وأمه بوعدهما الذي قطعاه لنا. إن كان كبر كما تقول فهو من عليه أن يصمم، وهو من عليه أن يفي بوعده. ولكن يبدو سيدتي أن رسولي سيد السلطان المعظم محمود ليسا جديرين بالاحترام ليأتي الشيخ أبو علي لاستقبالهما. بل هما جديران لتستقبلهما أمه. إن ابني في خور ميسم. وماذا عن أبيه عبد الله سينا؟ أليس موجودا في هذه الديار؟ نعم إنه موجود هنا، لكن صحته ليست على ما يرام، هي آخذة بالتدهور. إنه على فراش المرض. أرجو المعذرة سيدتي، فرفيق دربي رجل يقطن في الصحراء يجهل أدب الحديث ولياقته، ولكن إن كان الأب على فراش المرض كما تقولين إذن يجب أن يكون ابنه عنده. أنت أيضا تجهل أدب الحديث، لم تسمع مني كذبا وما قلته عين الحقيقة. ومن تسميانه بالشيخ أبي علي وأعرفه بأنه ابني هو الآن في خور ميسم، ولو كان يعلم حقا أن أباه على فراش المرض لكان هنا الآن. أرجو المعذرة، قد نصدق كل ما قلته، شرط أن تخبرينا أين يمكن أن نجد الشيخ أبا علي سينا. في بخارى. ولكن كيف نجده؟ إن لم يكن حظه سعيدا فإنكما ستجدانه، وهو معروف باسمه الأصلي. إذن هيا إلى بخارى. وماذا عن أبي علي سينا؟ لماذا قمت من فراشك؟ ما الموضوع؟ لقد اضطررت أن أخبرهما أن ابني في بخارى. لن يترك ولدي، أقصد أن السلطان محمود سيجده لا محالة، أما أنا أبوه فلن أجده مطلقا بعد اليوم. هذا إن لم يمهلني أجلي حتى أرى ولدي حسين،
اسمعي انصحيه نيابة عني بعدم البقاء في ديار السمانيين، فالسلطان محمود سيقوم يوما ما باحتلال مدينة بخارى. محمود كل ما يريده سيحصل عليه حتما. الجو شديد البرودة، هل دخلت الدار؟ سأذهب وأعود في وقت لاحق. توقفي يا ابنتي. لقد جاءت لتتلقى درسا. أليست هذه الفتاة هي التي أرغمتني على التحدث إلى أمها؟ بلى هي. أليست مناسبة لابننا حسين؟ إنها طريق به، أنا واثق تماما من ذوقك. وماذا عن المهر؟ هل اتفقا عليه؟ كان ذلك في عهد الصبا، أما الآن فلا أدري. هل تعلمين أنه لو كانت لأم مثلك لكنت ارتحت في اختيار زوجة لي؟ لما؟ ألم تكن مرتاحا في اختيارك؟ أبدا، لقد كان ذلك اليوم أصعب يوم في حياتي. اذهبي، اذهبي ولا تتركي زوجة حسين بمفردها. اذهبي. الحمد لك يا رب، الحمد لك. هل من جديد؟ أبداً. إنني جائع جداً أيها الوزير. إن لم يأتي الحكيم ليحدد نوع الطعام الذي ستأكله، يستحسن أن تتحمل الجوع خوفاً على سلامتك ومصلحة الرعية. اتفقنا على أن أعود إلى مكاني بعد 7 أيام بلياليها، وها أنا قد عدت. خلال الأيام الماضية عانيت من صعوبات جمة. كان النهار بالنسبة إلي صيفا طويلا، والليل كأنه شتاء قاس. بالمقابل ها أنت قد استعدت صحتك. إن أبا علي سينا حكيم حاذق. هذا صحيح، ولكن ألا يمكنه معالجة الأمراء كأمراء
والرعية كرعية؟ هل أنا واحد من الرعية؟ انظر، هل يداي تشبهان أيديهم أيها الوزير؟ لا أدري. هل مشيتي تشبه مشيتهم؟ سيأتي. والآن ماذا علي أن أفعل؟ الرأس وأن أمشي بكبرياء وإباء. أخبرني أيها الوزير، عندما يسخر الآخرون مني على من يجب علي أن أسخر؟ لم يأتي. سيأتي أيها الأمير. فليأتني الخدم بعشاء الأمراء حالا وعلى الفور. أرجوك لا طاقة لي على تحمل الجوع، أرجوك افعل شيئا، افعل شيئا. انهض انهض، أرجوك انهض. ليس أميري من يركع أمامي هكذا، هذا لا يجوز يا مولاي. لست أنا من ركع أمامك، بل الجوع الشديد هو الذي يتملكني. تزحلقت قدمي ووقعت أرضا. يجب أن تكون أكثر تحملا. قد يكون مثلاً العلاج ناقصاً يا سيدي، وقد يعود المرض إليك ثانية لا قدر الله. ما الخطب؟ هيا تكلم. الشيخ الرئيس أبو علي سينا عند الباب. فليدخل. عاملوه كما تعاملونني تماماً. السلام على الشيخ الرئيس أبي علي سينا. السلام عليكم، كيف حال مريضي؟ أنا بصحة جيدة ولكنني جائع. جائع؟ لماذا؟ وهل نفد خبز الشعير؟ تسأل عن خبز الشعير في القصر هنا؟ أبداً، إن رأيته في يد أحدهم هنا قطعت يده. ليس في يدي سوى كتاب كما ترى. لقد عرفت بحذاقتي وخبرتي أن هناك من يدس السم في طعام الأمير، لكنهم يدسون القليل من السم كي يهلك الأمير تدريجياً دون أن يثير أي شك. لقد تأكد لي ذلك بعد الكثير من الفحوصات والتدقيق. السم في طعامي أنا؟ ليس الأمر مستغربا. كل ما قلته حتى الآن كان صحيحا. الخناجر التي تقتل الرعية مكشوفة للعيال،
إلا أن الخناجر التي تقتل الأمراء فإنها مخفية. عن إذنك. ذلك القاتل الذي يتآمر على حياتي لن يفر من العقاب والموت. ترى من الذي يدس السم في طعامي؟ عملي هو الطبابة وليس كشف القاتل والخائن. اطمئن سيدي، بإذن الله تعالى سنكتشف أمره. أطلب الإذن بالانصراف. ألا تريد أتعبك؟ بل أريد. أمير بخارى لا يعطي إلا الذهب الرنان، إذن لا تتردد على الإطلاق في الإفصاح عما تريد أمام كرم أمير السامانيين. لا أتردد، لكن لا أريد ذهبا. لدى الأمير مكتبة ضخمة أرغب في الحصول على إذن بدخولها. مكتبة الأمير تحت تصرفك، فعلمك لا يقل أهمية عن الذهب، وفي هذا أيضا أعطيك الحق يا أبا علي، يمكنك الانصراف. شكرا لك. يدسون السم في طعامي أنا؟ بسماع هذا الحديث لم أعد جائعا ونفسي سدت. ترى من الذي يدس السم في طعام الأمير نوح بن منصور؟ يجب أن يكون من المقربين. من الذي يستفيد من قتلي؟ أنا لا أستفيد. إذن هيا اكشف المجرم. السلام عليك. وعليك السلام. هل أنت أبو علي سينا؟ أجل، هذا أنا. من أنت؟ كيف وصلت إلى هنا في مثل هذه الساعة؟ كيف وجدتني؟ كان علي عدم المجيء. أهلا بك. قد جئتك بخبر ورسالة. إن أباك على فراش المرض، هذا هو الخبر. أما الرسالة فهي من أمك، تقول عد إلى خرميسم. تقول إن أبي مريض؟ يا له من شهاب مر الآن. بلغها سلامي. وقل لها سأعود. أعمالي كثيرة ولكنني سوف أعود. أبي مريض. أين ذهبت يا فاعل الخير؟
السلام على نجلي الأمير. ماذا هناك لتستدعي الصغير في هذا المكان؟ لا يوجد أحد هنا، إذن فلنتحدث بحرية. أبي دعاني إلى زيارته ظهر اليوم، ودعاني أيضا في نفس الوقت. زيارة الأب واجبة، وخصوصا بعد أن تعافى من مرضه المزمن. أوضح كلامك على الفور، يكاد يحين موعد اللقاء، فهمت؟ وهل دعاك أنت أيضاً؟